أهلا وسهلا ومع كل حال. دايما في سحر وشعوذة بنوع خاص عنا بأمة العرب وعند المسلمين. شو السبب؟ لأنه الإسلام، وقت نقول إسلام نحكي إسلام الله هو الحقيقة. ومين بده الحقيقة يا أخوتي؟ لو منعرف حقيقة السلام عليكم، واو كريتي عليكم السلام، حكمنا العالم بحكمة السلام، بس مش بالرجمة، مش بالواوا. كانت ماما أم صارت واوا إلى نكتة ومهضومة وما في نقولها. فإذن شو اللي سبب هالسحر والشعوذة واللي عم بتصير على وسائل إعلامنا؟ كيف كلنا بنركض وين في شيخ وين في فلان وشيلة، وطلع يا شيطان وطلع يا جبان وشيخ والخوري، كلنا ضحية هالجهل. لأنه بدي اهتمام الناس، the attention of the others، بدي اهتمام أخلاقك فيه. خلقه القرآن مش البشر، ما اهتم بالبشر أبدا، منو الموجودين، نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم أخي اللي ما شايفني. ما بدي رضا حدا، بدي رضا نفسي على نفسي على نفسي، راضي علي إذا أنا ببلش أرضع هالنفس. وقت بتشوف غلطك، وقت بتشوف غلطة مثل ورقة اليابسة بتوقع، بصير كل عمل عم بعمله بتقنه، لأني عم بعمله إلي مش لأ الله. ما بعرفه لأ الله، هالألوهية ما بعرفها. أنا نقطة وصخة بهالموجة، والموجة بالمحيط، وكلنا بهالمحيط. بس هالنقطة بتعرف الله، ما المجوية وصخت نفسي ومنين بدي بقى، ما بقى موصولي. بس هالفطرة اللي فيي بتقلي مريم نطفي هالعوينات من جوا من برا تتشوفيهم. هالفطرة بتصير هي توعيني لما بعمل تأمل. هالتأمل مش يعني امبارح دخلكم شو عملتوا اليوم بكرة شو بدي أعمل، هيدا مش تأمل، هيدا وسوسة وهلوسة ووسواس وخناس وشو ما بدكم، ووسف في صدور الناس وافكار الناس. امبارح وبكره دخلت شو بدي اعمل، بدنا نعمل عرس يعني بدنا نعزم فلان، بدنا ناخذ هديه لفلان، لا شو بدي اعمل حتى ارضي الله حتى ارضي الناس. حديث اموات، اي متى بيجي الدفن؟ خلق بهالتاريخ، مات بالتاريخ، عمره صار 20، صار بيعرف يسوق او بيعرف يتجوز او ينكح، وبنرجع وقت الدفن. ولد مات ودفن، هيك لازم يكون في ثلاث تواريخ. 100% اللي عايشين بالقصور قبور، الا نادرا ما تلاقيه بالقصر وعارف انه هيدا اسر وهيدي حريه بهالاسر. العصفور بضل يغني وبتحطه بالقفص، بضل يعرف يطير، بس ما تحبسي هره، ما تحبسي اي طير، ما تحبسي نفسك، ما تقعدي تحبسي حدا. فإذا هالسحر والشعوذة ما فيني أبعد عنها إلا بس بدي أبعد عن نفسي، موجودين ما فيني غيره. إنك لن تهدي من أحببت، هالهداية مش للأموال، لا ترمي مجوهراتك للخنازير. على مين عم تقرأ مزاميرك يا داود؟ ما تضيع وقت. أنا متكون جربت كتير إنه بعدين قلت دخيلك ما في إلا عباس وعلاء وبشار وميشيل ورمزي وحسين وكم واحد ديانا أوقات هيك يعني بقول ما معي مرة، يعني ما بتقوني، لأنه بعد المرة قيمتها من ورا نادرا هيك. بينما بأمريكا عندي أصدقاء نساء أكثر لأنه نشبه عارفه طاقة الصعود. عشان هيك رح تشوفوا أنه بالحكم المنطقة الغربية من الكرة الأرضية رح يكون الحكم للمرأة. لو أوباما رجال رح تحكمه مرأة، هيلاري كلينتون طلبها قالت له لا، بعدين رضيت، قال لها جوزها روحي وزيرة خارجية. نعم، وقت قال لي كلينتون، قال لي أنا تزوجت وعمري 16 وبعدني 16 وهيلاري تزوجت عمرها 40، يعني عندها نضوج وبعدها 40. فإذا الرجال في منهم مشان هيك عرفوه هيك بعثوا له مونيكا. فإذا مونيكا اشتغلت عنا كلنا، ولكن هالعار اللي لعبته ما فيها تنظفوا، التاريخ ما بينظفوا. وكل بناتنا هالفنانات
كلهم شايفين عم بيلعبوا لعبة عار مش غار، لعبة نار مش نور، وما حد عم بيقلهم يعني كلنا أهلا وسهلا وبتستقبلوها والطيارة الخاصة ومنفعلها بس تروح، ولا ما بترفع بدها تقبض سلم، ومريم نور بأمة العرب بس تروح أنا بدفع، لأنه مني خرج دعايات وأعلانات. يعني العلم لا يكرم، وإذا ما كرمنا العالم ما فينا نكرم العلم. بدك تكرم العلم بالأول تتكرم العالم، بدك تكرم الماء حتى تهتم بالإناء. بينما الأجانب ما بروح لمطرح أجنبي إلا جيبي معك حدا، ما تجي وحدة تقول له لا منوفر، بقول لي لا ما بدنا نوفر، بدنا نريحك، تعي بأوتيل واللي بدك إياه وسيارة لهالعلم اللي عندك. كلنا عنا هالعلوم، وبعدني بحتار بقول أحمد زكي اليماني يعني كيف فيك تنام؟ بقول أنا إجاني إشارة كثير أقل اللي إجت لإلك ومشيت فيها. قلت كم إشارة كم بشارة، مش عملت أنت وبناتك ومرتك وأهلك وكلكم؟ بندر ومرته بنات الملك خالد رح ضل أطرق على بيتكم، سعد الحريري وبيك ونازل كتار بأمريكا من أغنياء العالم، أغنى من أمة العرب، دوغلاس وايت مين ما بيعرفه دغري، بس شايف إشارة شو بنعمل. جون روبنز بيو باسكن روبنز شو عمل؟ أغنى من أي غني عربي، كيف عايش بالكوخ؟ عارف هو مرته وولاده، لك شو سميهم، لك الأسماء. ليش نحن بعد ما شبعنا؟ لأنه عنا كبت كتير. مشان هيك وقت اللي قالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قالوا كيف بدي أعيش مع بني قريش؟ بدي أعيش هيك. عمل تأمل، جاب العدل، أمنت فعدلت فنمت يا عمر، حكم، حكم بالعدل، حكم بالرحمة، جاب اللغة اللي قدر نتفاهم نحن وياه فيها. خاطبوا الناس على قدر عقولكم، فإذا ما بده رضا حدا، قال له ما بدي إلا رضاك، وراضي عليه أكيد بدون ما يطلبه. على طول كانوا يجربوا كل الأنبياء، المسيح ومحمد، قال له بدك اطرق الجبال، قال له هذا صوتي مش صوتك، بس بركي طلع حدا من أخوتي يأمن فيك وما تخلي دم يغضب على الأرض يا حبيبي أنا. فإذا السحر والشعوذة اللي عم بتشوفوها بالأمة العربية اجت من جهلي وجهلك، بس تركنا العلماء ورحنا عند أبو جهل، وأبو جهل بيكرمنا هيك وبيكرمها أم عز ولز، وبيكرم هون وبيكرم هون، ويجيب لها هدية وهي كمان ومدري شو، بتجي عشية شو بتعمل يعني؟ أعطيني هالحبة تأبلع، أعطيني تأخذ حبوب تاني وحبوب تقوم، المرضى بتوعيك تعطيك حبة منوم، ولك يا أختي مكتوب على الورقة. هذا العلم اليوم تاخذ شهادة، يعني أنا معي شهادة، أنا دارس معي شهادة لاهوت، مشان هيك لبس هالبدلة. قلت له عيب تكون أرمني أنا، لأنه أنا عمي خيبي اللي كتب لك هالكتاب، وعمي قبل ما مات إجا لعندي بالتسعين من عمره، بس فرجيته أشياء ويقرأ وهيك، قال لي معك حق. قلت له هيك موت، ننتبه ما نروح خلف السياسة، السياسة فرقتنا، اجوا الانجليز لعبوا بالاتراك وقاموا الاتراك ذبحوا الارمن وهلا طالبوا عيب، هاي سياسة، كلنا غلطانين وكلنا معنا حق، فوت على الحق اللي فيك، ساعتها بتشيل كل هالسحر وهالشعوذة. كلهم اللي بتشوفون عم بيعملوا سحر وعم بيعملوا، هيدي اسمها بروجكشن، انت بتعرفها. نهار الجمعة العظيمة بامريكا في كنايس كتير الصليب بحطوا انسان وبيصلبوه وهيك بصير ينزل دم، بهالوقت اللي عم بينزل دم من هيدا في كتير ناس بتنزل دم، شوفوا شوفوا استجماتا، المسيح بيحبني المسيح بيحبني. قلت لها روزا اللي بدي روح معي، وصير الخور يحط لك هون وهيك بس جيت وفت قدامه قطعني، قلت لي ليه ما حط لي؟ قلت له ما بعرف اسألي، اجا من عشية سهر عنا. قلت له طيب ليش عم تعملها؟ قال لي شف إشارة، عم بكذب على الناس. قال لي بس إذا ما قلت هيك ما بيجوا هو، ما منعمر الكنيسة، عم بتكذب معهم، عم بتساهم على كذبتهم. المسيح هو الكنيسة المتجولة للأبد، مساجدنا عامرة في البنيان خالية من الإيمان، كل ما عبدنا وكل هي كلمة، هيدا أحلى معبد وسكن فيه. فإذا بدنا باب العلم، باب العلم ما رح ينفتح على أي محطة بأمريكا وين ما كان، بدهم يفتحوا، بدهم مريم نور وكل اللي معك
اللي عندهم هالعلوم العرب. بس في شرط، يعني هالشرط في زل، ما بدي انزل، هي هات من الزله زين العابدين. يعني كيف قالوا اللي بده يجي معي مش يلحقنا، بركون انت مأمن مثل ما انا مأمن، عم بتموت انت فينا موت، استويت. كلنا رحله بسيطه هون يوم 2 3 10، كان يعيشوا 700 و800 سنه، الهونزا 350 وما عندهم بيوت، نحن حفات عراق على برج على جربه، كل من عليها فان. شو اللي ما خليهم العرب يوصلوا لهالعلم مع انه موجود فينا؟ نحن السبب. فاذا بنغير النوايا، اذا انا غيرت ونظفت بيتي بتنظف جارتي بالنوايا، ما تبعتوا شيء علنا ولا ورقه تنقرا، كنت اعمل مثلكم خلاص. لا لا، ما فيك تفرض. بعطيها مثلا لوحدة بقول لها هاد دبس وطحينة، بلش فيها بالأكل لأنهن هيك، بعطيها رغيف خبز، بعدين بسألها عن ولادها، ابني هيك هيك قصته مريض، بيعرف إنجليزي فرنساوي إيه، بعطيها ما بعطي كتاب مقالة صغيرة أرتيكل، ما عنده وقت، خلص سكت وقف هون. شوف الناس قديش عطشك بقصة فيديو ميتينغ وذ ريماركبل مان، بس وصل جورجيت على هاي المدرسة شايف البطرك هونيك، يعني الأكبر رجل دين مسؤول عن هالجماعة، هيدي ألوف السنين ما قبل المسيحة موجودة وبعدها موجودة، بس شفت كيف بدكم تقطعوا حبل الموت، يعني يا بتموت يا بتكفي الطريق، صراط مستقيم. قال له روح شوف شو بتشوف عنا وتعال خبرني شو شفت، وبس تخبرني بعرف وين مستواك وشو لازم أعطيك. الإناء ينضح بما فيه، اسمعوا له بس تسمعي تشوفي شو عم بيحكوا، يا فيك تقولي نعم أو لا، ما تحكيهم أنت بالأول، اسمعي لهم وين اهتمامها، بالثياب بالصرمية بعملية التجميل شفط نفط لفط. 32 بنت من لبنان راحوا تيعملوا 3 صدر. امبارح سألت وحدة قلت لها ليش بدك تعملي هيك؟ قالت لي لاقي شغل. ليش غيرتوا مناخيركم كل اللي بالمطعم؟ ايش عندي؟ قال ما حدا بيوظفنا. لازم يكون شعراتنا هيك ولازم يكونوا هيدي هيك ولازم يكون هيك. وبعدين ما في شاب بيجي معي اذا ما كنت هيك، فصرتوا تشبهوا بعضكم يعني. ما بقى في حدا مميز كوبي بيست. بس هالميتة بدها هالميت وهيدا كلهم مدفونين وهي مقبرة. أنا بقعد وبتفرج بسمع هيك كم كلمة. برجع ما بصدق فوت على البيت. يا صاحب الدار كنت من يومين بحاجة إلى ورق لأطبع، هيك ورقة 4x4 بسموها، مسكرين محلات عيد استقلال مدري شو فيه. طيب الحق علي، كان لازم شوفهم خلصوا، يعني يكون عندي دايما على شي بتمشى. مشيت لقيت مكتبات مسكرين هيك، لقيت هونيك دكانه بتبيع جرايد، قلت لها هي فاتحين انت؟ قالت لي بنفتح 24 ساعة، ما حدا بيسكركم؟ قالت لي لا. قلت لها انا عم فتش هيك. قالت لي في واحد حط اثنين ومشي. قلت لها انتم ما بتبيعون؟ قالت لي لا، هو عم ببيعوا. قلت له اذا بعتهم بعطيك حقه. قلت لها بياخذ وحده بركي في حدا غيري بده. قالت لي ما حدا بيسالنا هالسؤال. حملتهم اثنيناتهم ما صدقت. يا الله، قلت له بشكرك يعني. بعدين التقيت بوحده، هي بنعرف بعضنا من زمان كنا صغار في المدرسه. قالت لي لك بركي عندك بالبيت بلاقي. لك هيدي هالبرنتر بنتي عم تطبعه، ما بقى في ورق. في يعني ما في صدفه، فيكم تقبلوها كصدفه؟ ما فيش، بس ما لها شرح. الم نشرح لك صدرك مش عقليتك. هلا كل ما بدي اطبع هيك الله بتذكر بقول يا الله. هدى هلك شو قالت لي عن بنتها ولك انا كيف رحت؟ طيب فإذا بدها تجي الرزقة مثل ما قال الحبيب، لو بأربع حيطان مسكرين. قال له كيف بدها تجي بأربع مسكرين ما حيطان ما في شيء؟ قال له مثل ما بيجي الموت بتجي الرزقة. طبعا في موت ونموت، بس بنزعل كلنا يا ربي دخيل كلنا تركت شغلي شحطوني منهم وما بدي اروح شو انا من جنب. ما تخافوا،
يكون الله عم بيسكر هالباب بيفتح لك باب خيبر. بيجيك خبر دغري أكثر من محطة، يعني ما تخافوا. اليوم القوة للإنسان اللي هو عم بيفتش وبيطلع الجبال، القوة بالإنترنت، لا بقى تخافوا. فإذا ما بدي أرضي البشر أبدا، ولا الشجر ولا الطير ولا الحجر، بدي أرضي ضميري ونفسي ثم نفسي سوى. هلأ كيف بدنا نقدر نتعلم هالعلم يلي بيقول يقيني يقيني؟ نعم، هيدا بالعلم، وهالعلم موجود، بدنا نحطه بكتاب الحكمة، بس تشوفوا بتقروا. نعم، ما فيني لكم يا الله، ما بسترجي حتى. الحقيقة واحدة ولكن اختلفت الطرق والأواني، خلق الخالق طرق بعدد ما خلق من خلق، وهذا هو الحق وأنت الحق وأنا الحق، يقول المسيح والحلاج وكل حجاج من فكره إلى قلبه. إن حياة الجماعة هي الملتزمة بالشريعة وبالطريقة، وما المرشد إلا المساعد، وهو المرآة لكل مؤمن. ومن ليس عنده شيخ فشيخه الشيطان، وما هذا الشيخ إلا من أهل العرفان بسر الأديان والأبدان. قلبه مصحف الحب، لسانه ورى قلبه، إن قلوبنا أوعية فخيرها أوعها. العوالم كلها طبعا تعرف عن الجماعة التي تجمع كل العوالم فيك، العوالم كلها. وفينا نطور العالم الأكبر، في عوالم تانية بتيجي بتسهر معك وبتعلمك، بتنام هيك بيجي الخضر أو بيجي حدا ما بتعرفه، أو بتقوم الصبح الله من أجل المعلومة أيدها، وتحرر من العبودية إلى العبادة. نعم، ولكن أوضع العلم يعني هو ما وقف على اللسان وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان، ولكن بدون مرشد وحكيم وحليم وعليم لا نستطيع أن نتعرف على هذه الجوهرة الساكنة في سكينة كل كائن. في جوهرة جوا وأنت جوهرجي. إن المرشد والجماعة والنظام الكوني هي هذه الثلاثية المقدسة في قلب كل قلب يحب. علينا أن نبحث عن هذا المرشد الذي أدرك اليقين وتحرر من جميع القيود واتصل بالوجود. كل مرشد بيقول لك أنا مسلم ما تروح، أنا مسيحي، من أهل الذكر على منابر بالنور في لحظة القيامة، من وجهه بتعرفه. إذا كنت من العارفين وعم بتفتش عن النور بتلاقي أنديل مضوى، بتضوي أنديلك، بتلاقي شمعة مضوية بتنحني أنت شمعتك المطفية وبتشرق نور من نور وتنين من ضوي أكثر، وبتحمل أنديلك وبتمشي بهالعتمة. هذا الحكيم يحررك من الشرك ومن الإعاقات ومن الدخول في أبواب الكذب وفي المتاهات والإغراء والإغواء. هذا الرفيق والدليل للطريق، وما على الرسول إلا البلاغ. تحرر من نفسك ومن المرشد ومن جميع القيود، وموت قبل أن تموت بالواحد الأحد وهو الوجود. ما بيعود بدك مرشد، أنا بحبه لأوشه بس وقف على راسه مش على كتافه حتى ما أتطلع فيه، وأنت بتوقف على راسي. وهيك كلنا من أعلى إلى أعلى إلى أعلى بدون غلو وعلو. الحكيم أو المرشد هو دليلك إلى قدرك وإلى سرك وسبب وجودك، هو كالأب والأم يساعدك حتى تتمكن من العيش مع نفسك بحرية مطلقة. لا تتبع أحد ولا تكن مع أي قطيع أو أي راعي، أنت كائن حر. فرادا أتينا، فرادا نعيش، وفرادا نرحل ورحلة داخلية، وفينا انطوى العالم الأكبر. وشكرا لك أيتها الألوهية، وشكرا للوجود وللمرشد ولكل ألم، والصبر مفتاح الفرج. نعم، تنتبه انه نحن ما جينا لحتى بس نكون مسلمين او مسيحيين او عنا خدمه بهالدنيا او عمرنا بيوت او انا عملت خدمات كثيره. بدك تتعرف على نفسك، ويلي بيعرف نفسه، نعم، من عرف نفسه عرف ربه، وعرفت ربي بربي. انتبهوا، هالانتباه اللي بدنا اياه، انه نتفت يقظه، انه اعرف ما بعرف، انه بعرف انه اللي بيعرف بدي اروح لعنده. كلمات فيها حكم كتير. When the power of love، وقت قوة المحبة تقوى على محبة القوة، العالم بيصير فيه سلام. بدي قوة المحبة، المحبة هي الله، ما بدي المحبة إلى القوة، لا، ما بدي القوة، بدي التقوى. You give but little when you give of your possessions، انت بتعطي بس بتعطي قليل من ممتلكاتك. It's when you give of yourself that you truly give، تعطيني من نفسك. هيك عطى الأنبياء والمسيح، أنا الطريق والحق والحياة وإجتا يعطيك إياها. Take care of yourself، انتبه لنفسك.
good health is everyone's major source of wealth. الصحة السليمة المنيحة هي نبع العقل السليم. هيدا أنت لجسدك عليك حق، بدونها ما في سعادة. تصور الإنسان المريض كل الوقت، قال له لا تكره أرض ولا تتقي العبد، ولا تكره العبد، نكره أنه على طول مريض مريض مريض، أنت بدين إبر يموت خلص، ولا مرتك ولا أمك ولا بيك ولا أختك ولا أنت تطفئن حالك كمان. كلنا بدنا جسد سليم تنقدر نروح نكون عنا هيك سلام، ونقدر نتمشى بالدنيا بدون ما نكون تقال على حدا. نعم إيه، رح فرجيكم إياها هالصورة، ولكن هيدي صورة مهضومة إنه كيف الناس اليوم عم بتشوف الجمال بالأمة العربية. شوف، قال المرأة بلبنان تحولت لبسينة وصارت هيك. نعم في عمليات تجميل، فرجيتكم كيف في عملية قد ما هي بتحب لبسينة راحت لعند طبيب تجميل وصارت بسينة، حط لها سنين أنياب، حط لها ضفير هيك مثل خربشو، وهي عملت تاتو بكل جسمها وهيك قد ما بتحب بسينتها. هاي لبسينة بلبنان كيف صارت غنوجة ودلوعة واوا. هاي وين هالبسينة؟ نعم وين بدك تشوفه؟ طبعا معروف ببلد عربي. قال هالبسينة بالأردن، مع أنه الأردن اليوم وقبل ما أبوك محكومة من الإنجليز، بس هلا قد ما في حكم بلا علم وحكم هيك، بيجوا رجال الدين الشيخ الخوري من مكان، شوفوا كيف بصيروا يتخانقوا. حوار الأديان بس ديننا أحلى. أنا بدي روح دافع عن مش العام، بدك تدافع عن مين؟ عن الروم اللي هون. كلنا عم نستخدم الطوائف. طوف وشوف جوا، ما عرف لمن عرفه. أنت عم بنطوف كل الوقت حول هالكعبة، حول هالمذبح. بتعرفوا بالأرثوذكس بيطوفوا، بالكاثوليك بفتكر أنا لزمان ما فت على أي كنيسة، حول القلب بيحمل الصليب وبيحمل هيك وبيطوف. فإذا طوف وشوف، وعرف لمن عرف. أهلا وسهلا، وبدي أقراهن. بعت لي إياهن كاتبهن بقلم بتمه وبده يشوفنا، واسمه عمر. عمر عمر يعني انت بقلوبنا، وبدنا نعمل برنامج خصوصي لكم. وانا خبيت الورقه اللي بعثوا لي اياها، خبيتها بعدين فرجيتها للغير وخبينا لك اياها. هو نقلهم. قال ماذا تعرف عن اشهر القاده العسكريين في الحرب العالميه الاولى؟ قال لهم كلهم ماتوا مهضوم. إذا واحد عطاك بردقاني شو بتقول له؟ بقول له أشر لي إياها. شو عملوا الرومان من بعد ما إجوا على البحر المتوسط؟ نشفوا تيابهم. مين أبعد، أستراليا أو القمر؟ قال له أستراليا. لا، قال له القمر بشوفه، أستراليا مني شايفها. علي بابا ذكر أو أنثى؟ قال له علي بابا أنثى. قال له كيف؟ قال له لا ذكر يمكن. علي ماما بنسمي، هذا إذا سميني علي ماما بيكون أنت. طبعا قال له 5 بنطلونات و5 قمصان و4 أحذية، شو النتيجة؟ قال له 5 أشخاص فيهم واحد حافي، حافي 3 أنواع من السمك اذكر لي. قال له سمك مقلي وسمك مشوي وسمك مملح. أعطيني مثال للأشياء التي لا تذوب في الماء. شو هو ما بيدوب بالماء؟ السمك، حافي ما بتدوب بالماء، بس نحن عم نتسبح مندوب لأنه شايف صاحبه غريق. انتبهوا، ادخل كلمة دام في جملة مفيدة. قال له ذهبت المدام ما دام إلى السوق. لماذا عملوا خط السكة الحديدية؟ حتى ما هيك يعملوا القطار، عملوا هيك خط. ما معنى كلمة سبيل وسلسبيل؟ قال له سبيل يعني طريق وسلسبيل يعني طرطري. ما
ما معنى جوز الهند بالانجليزي؟ حطها بجمله. قال له كوكو نط. قال له حطها بجمله. قال له كوكو نط من الشباك. ماذا تعرف عن البحر الميت؟ كان مريض قبل ما يموت. بحب احكي هون، في ناس عم بتموت بالبحر الميت. انتبهوا، مش الحق على البحر. انتبهوا اي حبوب عم ناخد. ما تلوموا البحر الميت ولا البحر الهايج. كتير في حبوب مخدرات بالأردن، وكتير في سرطان دم، ومستشفى الملك حسين للسرطان عم بيكبر أكتر وأكتر. هون بشكركم إنكم قدرتوا تفهموا القليل القليل لعند بهاء، وعم بيشتغل بهالمستشفى، وعم بتشوفوا قديش في علم عند هالشاب. أكيد ما رح تتركوه يعالج بهالمستشفى، هو سوري ورح يرجع على سوريا. بطرطوس رح يكون في مصح ومشفى ما فيها أبدا أدوية ولا عمليات ولا أطباء بتبيع أدوية. بدنا الطبيب اللي عنده الطب الإنساني الطبيعي. نرجع إلى الطب الأصيل، إلى الضمير. بشار الأسد بهنيك على بهاء. قبل ما يهربوا هالجماعة، شوفوا شو كنت عاملوا فيهم. ثلاثة بسوريا وواحد بالأردن. سرق للصين 20 ريال، شو كان نصيب كل واحد منهم؟ قطعوا لهم ايديهم. ما فائدة الدينار؟ قالوا حتى نحط عليها العوينات. حول عبارة تذهب أمي إلى السوق، إلى صيغة الماضي. تذهب جدتي إلى السوق. قال في واحد كان عم بيصلي هيك على العيلة. آخ يا الله يا يسوع أنت يا بابا نويل هيك دخيلك، ابعث لي بسكليت هيك. قال له شو الله أطرش أخرس طوشتني. قال له لا مش أطرش أخرس. بس ستة طرشة بدي علي صوتي، خلا تسمع ستة وتجيبها. شو هو بابا نويل بده يجيب؟ يا ستي يا بي يا أمي، ستة بدي أجيب، بس ستة طرشة بدنا حدا ما يكون أطرش ياخدي. نعم كتير حلوين اللي بتبعتوا لنا إياه هون. نكات. أنا بالنهار عايزة رومانسية بالبيت. رحت الزوجة سألت أمها إيه يعني رومانسية؟ قالت لها مش عارفة يعني رومانسية، يعني نقع الرز رومان، رز منسية، رز منسية. انتبهوا يعني كلماتنا فيها كتير معاني، ولكن فيها كتير هبل. وهيدي بدي اقرأ لكم اياها من اهبل، ما بدي لكم هيك كلمة قوية تطلع. في واحد يهودي قاعد عم بيقرأ جريدة العرب. قال له ليش عم تقرأ جريدة بالعربي؟ قال له ما بدي اقرأ جريدة الا بالعربي. شوف شو عندهم حنكة وذكاء وهيك فهم ليحكموا هالعالم بهالرجمة. 2%. لك شو موشي ودافيد. قال له طيب ليش ما بتقرأ جرايد؟ قال له يا خيي بجرايد اليهود ما منشوف إلا اليهود عندهم ميل وعندهم عندهم عندهم، بس بجرايد العرب اليهود اللي كفر، اليهود اللي ضرب، اليهود اللي هيك. قال له هم ليك بدي أقرأ، واليهود اللي عنده الميل واليهود. قال له جرايد now what I do Jews on the banks، هني عندهم الميديا، هني عندهم البنوكة، هني أغنى ناس بالعالم، هني اللي حكمين العالم. قال له بدي اقرا هيدا اللي عم بيسب فيي، وهالمسبة حقيقة موجودة عنا. بس وقت اللي عم تعرف انه اليهودي هو اللي استلم المال والاعلام والعلم بايده، بايدها 2%، وانت بتروح لعنده وبتترجيه يعطيك جائزة نوبل، بتدفع مصاري 3-4 يعطوك وحدة، مثل فنانتنا اللي بتدفع مليون دولار تاخذ الاوسكار وبعدين بتحطيهم كلهم ببيتك، بترجع بتطلع هي ماضيكي يعني. شوفي حاضرك شو هو. هل أنت بحضرة إلهية؟ هل أنت بحضرة هيفوية؟ يا هيفا أي متى بدك توعي يا أختي؟ أي متى بدي يشبع الإنسان من هالجشع والطمع؟ كل الفنانات اللي وراكي عم بقلدوكي، أو مين أفضل من مين؟ كلنا. وقت تطلع بمنخارة وين كان هديك؟ وقت اللي جيتي على الدنيا جايبه هالمنخار. اليهود ما بيدقروا اي عمليه تجميل لهن ولا الارمن، لانه سرهم بانفهم. هيدا السر موصول بالاجيال القديمه القديمه، هيدي اللي بسموها باسورد. من هالباسورد بيتصل بحام ويسام ويافد وابراهيم، منها نحن شلناها. هيدا الهرم، هرم. شو صرنا؟ عطشناه.
ما بقى عنا اتصال بأي سليل وبس بالسلاسل وبالجنازير. قالوا له كيف اليهودي؟ قال له عم بيمشي فوق العالم وفوق البشر. وكيف العربي؟ هيك مكلل بالجنازير ما في يتحرك، لا تمه ولا عيناه ولا ايديه. بامريكا وبكندا بالسيارات شيلوا هيدي السياره، الاول قدام اول راكب اللي بتحط راسك عليها سيرتات شيلوها. الشعب واعي يا اخوتي، نحن كلهم بحطوها قدام. لا تضلك تتطلع بالدعايات بسدوا لك عيونك، بتسدها تتطلع هون وهون، شوفي على الحيطان بناتنا وشبابنا وهزوا مزوا عزوا لزوا دخان. السيجارة بتعمل سرطان من وزارة الصحة بحرف صغير، بس البنت اللي عم بتدخن عيونها زرق وخضر ومدريش بتحطها ومدريش بتحطها، والشاب اللي فاتح تمه هيك ومبين لسانه، وهالفنانات وهالفنانين، يعني أكيد هاي مهمة. لبسيني صارت بني آدم. جارتنا عندها 4 كلاب، تعال شوفوا بالحي عندنا شوفي زبالة كلاب. قالت الكلب أحلى من جوزي. هيك صرنا صدوم وعمورة. فإذا بدي أرجع للعلم، بدون علم أبدان، ما عندي علم أديان، من علم الأبدان والأديان بتفوت على الدين الواحد الأحد يلي بكل جسد. هون في ساجد وهون في مسجود، وفينا انطوى العالم الأكبر. ريت كل كتبك دخيلكم، ما بقى الجلادة. لو بتموتوا كلكم هلا والدفن، كانت بترتاح هالأمة وهالكرة الأرضية من هالأموات، بس بدهم دفن. في بالمقابر أحياء يا أخوتي أكثر من هول قاعدين بالقصور. شو عملنا بهالقصور؟ لا تحكي هذا شيعي، استغفر الله لما بحكيه لأنه شيعي. أنت سني يعني. هيدا محمد هيك عم نكرمه؟ هو ما بده تكريم، منه بحاجة. وقت بتقول صلى الله عليه وصدق، وقت بتقول صدق الله العظيم، هيدا جهل الجهلاء يا أخوتي. الله والملائكة عم تصلي عليه. صدق الله العظيم إنه إيه مع وصادق الله. أنا الجاهل بدي أقول، أنا اللي بدي أحكي عن الله. هالنقطة الوسخة. فإذا هالألوهية اللي موجودة فينا كلنا، هيدا اللي بدنا نتعرف عليها. ما بدنا نتعرى، بدي أتعرى من الجهل. لو بتعرف المرأة والرجل شو بيصير بس يبينوا السرة، ما حدا بيتركها، ما حدا بيخليها تبين. لو بتعرفي شو بيصير فيكي انتو لابسه هالسترينج، ما في وحدة بتلبس سترينج. لو بتعرفي الجينز اللي عملوه اليهود وقالوا مشوا فيه، ما في وحدة بتلبس بنطلون للرجال ولا مرأة. شو بدنا نلبس مثل مريم نور؟ يا ريت فيكي تفهمي ليش انا هالقد افهم منك. بسيط، وانت اقوى واعلم اذا بتقدري تفهمي شو عندك. فاذا انت صرميه تطرتي فيها لبستيها هيك. العريانين ما عندهم كبت يا اخوتي، بس حدا يموت او يخلى ما عندهم احتفال لا في موت ولا في ولاده. مطرح ما بتموت بتندفن بهالكفن. بس صمت صمت العارفين، ما حدا بيحكي، ما في لزوم نحكي لأنه أموات. بركي حدا بيوعى بس بالصمت، أو شو ما حب يحكي أبدا. سكت 5 سنين، وفي كثير ولعوا بهالصمت، بس بهال5 سنين اللي صمت فيهم، شيلة يلي كانت إيده اليمين لعبت دور يوداس سممت بالمي تتقتل 50,000 شخص، دفعوا لها وأخذت كل المال اللي كان عم بيحطوه، كل الأغنياء حطت مالهم مالهم على اجرعي. قالوا له اعطيناك ورق، نحن ما احنا فقراء ما عندنا غيرها، شو قديش غني انت؟ قال لهم اعملوا جنه على الارض، عملها باوريغون بامريكا. قال لهم هاو عندهم المال، تعالوا نعمل لهم الجنه. كل شيء بتحلموا فيه بالجنه الاسلاميه المسيحيه شو بدكم فيها عملوها. قال لهم اشبعوا. انا ساكت. ما في مره حبلت. قال لهم ما بدنا اولاد، زرع الفكره. فايتت فيهم كلهم بالنوايا اشتغل. وعرف انه شيلة عم تلعب هاللعبة، هل عم تلعبها؟ عم بتصممي للناس. مسكة. هربت قال لا لا، فوت على الحبس، في قانون ارضي وفي قانون سماوي ودنيوي. خذ المال وخذ اللي بدكم اياه. وقال له ما بقى رح اسكت قبل ما اموت بيومين، بودعكم بصمت. وهيك صار.
ابن 9 سنين حط علم لا إله إلا الله، علم القرآن بعلم، بس الناس ما بتقرأ لأنه ما بدها تفهم. مش هيدا اللي عنده 200 روز روز قالوا له إن شاء الله بيكونوا 1000، معناته أنت شايف الروز روزات. مش هيدا اللي بيلبس أسوارة بمليون دولار، فإذا فرجيك أنت شو بدك، أنت شو بدك. أنت مثل بنته للملك أكبر، عيشي بقصر، هي ملك ترك راح عاش بالمقابر مع المرشد، كرموه وحطوا له بنته وعرفوا انه عنده كرامات. قالت لهم شفتوا هيك؟ انا بس عم بشوفه بتطلع، حاطه مركزه عيني وقلبي وبصيرتي على سيف الموت. كله هيك انك تشوفه تخترق وما تحترق. يا دنيا غري غيري، جوزتك وطلقتك بنتي، بحب برنامجك كثير وتيابك اللي بتلبسيه. فإذا بدك تشوفي العباية بدك تشوفي التيب، بس أنت شو بدك تشوف؟ كل واحد في قدامك خيار، شو بدك اختار؟ نعم، مهضومين نكتكم كتار، ما فيني إلكم شو بجمع النكت اللي بتبعتوا لي إياها. طبعاً في منهم نجلقين بكبه، لازم تكون مهضومة وفيها هيك علم وفيها حكمة. وطلع واحد على البوستة تاري مشرشح ومجوة وطلع ريحته وسكران وهيك، وقعد حد بحدي قالت له تريع جهنم، انت تريع جهنم. قال لي I'm in the wrong bus. نزل انه هو كلهم رايحين عجهنم، فهمة ما هو بده ومهضومة. نعم في نكت كتيرة يلي فيك تحكيها، وفي نكت غيرهم ما بقدر. على القاعدين 4 نسوين كاثوليك، كل وحدة عم بتخبر عن ابنها، أنا ابني مطران هيك بيقولوا له، أنا ابني خوري من رئيس الرعية وأنا هيك. وقالت له أنا ابني الله. وحدة قالوا له كيف ابنك الله؟ أنا مطران، أنا بترك، أنا فاتيكان أنا. قالت له ابني عنده جسد وعنده عيون وعنده هيك، بس يكون ماشي وهيك وعريان، وكلهم بيقولوا أو جاد. مهضومة كل واحد، انت شو بتشوف؟ مزبوط كلنا بنقول سبحان الله او يا الله او يا كذا او كلها. وحده راحت لعند المحامي قالت له بس جوزي اوصوا بورت كل الورثه. قال لها حسب وين تكللتوا وين جوزتوا؟ قالت له بعد ما تجوزنا بس عم فكر بس اتجوز. يعني بامريكا بتروح لعند القاضي قبل ما تتجوز بيعلمك انه اي زواج اربح لك، تاخذي كل نص كل ورثته وين وبأي ولاية. قبل ما تجوزت وقتلته ما بقى في زواج يا أخوتي، كذب اللي بيقول لك. قال له إذا بيك فقير من الله، بس إذا بي مرتك فقير منك أنت. نعم كل واحد منا هو بده يشوف، بدي أفكركم على وحدة نكتة ما بعرف إذا رح لقيها، وبدنا نمرقها. ما رح يقدروا يمرقوا لك اياها، قلت لهم بدنا المرقة. ها هيدي 2 garbage bags وعملتها منا كذبة، وقالت لو بك تحطوني بالحبس حطوني. مرة ختيارة كبير قال معها كيسين، ومن هالكيس وقع $20. طلع هيك البوليس وقال لها وقعتي $20؟ قالت له شكرا thank you. أخذت حطته. قال لها هيدا كيس كله في مصاري؟ قالت له قال لها منين جايبتيهم؟ قالت له لك في حدنا ناس بيلعبوا، رح لكم اللعبة ترو فلاور جاردن فانس، بيلعبوا هيك فوتبول شيء لعبة من هاللغة اللعبة. وكل مرة لحية قالت له on the back ribs of every wild 20 bills for وقعت. قال لها هيدي وقعتيها انت؟ قالت له ايه. قال له والكيس الثاني شو فيه؟ قالت له ما رح قلك شو فيه، بس رح خبرك منين جبته. next to my door حد بيتي في فوتبول ستاديوم، وفي حد باركينج، كل واحد بيضرب ضربة بهالفوتبول بتفوت الطابة لعندي وبتكسر زريعتي وبتكسر الفانس تبعي. وعطيت خبر للدولة شو اسمه كل هون تنقول مثل بالحكومة عندنا، ما حدا بيرد. بالآخر وقفت أنا ورا هالسور وجبت مقطع بقص، وكل واحد هو وفايت على هالسور تيلم الطابة بقول له يا $20 يا بدي اقطع لك يعطيني $20. فلته
بجيب له انا الطابه وكل واحد بيدفع 20 دولار. قال له طيب هيدا الكيس الثاني هيدا فهمنا في 20 دولار 20 دولار 20 دولار اختيون على البنك معك، هيدا الكيس الثاني شو فيه؟ قالت له مش كلهم بيدفعوا 20 دولار. هاي عملتها اي متى؟ لانه مره بسان دييغو اذا شفته قامت مره وزتته من الشباك. امريكا كلها انهزت والعالم كلهم صار شيء دغري جابوه قطبوه وعملوه. بس من وقتها صارت فكره. لقى الكيس. قالت شو ما عملت لو بدك تحبسني؟ الميل لقلي وحبسني. كيف عملت هيك بهالشباب؟ كيف ما حكيتوا انتوا كيف؟ ست رجال عملت فيهم هيك. فاذا ننتبه انه ما تفكر انه بامريكا لانه في حريه، لانه هن كمان عندهم كبت وما بيسترجوا يحكوا، اوقات الحكومه ما بترد، اوقات هذا مش شغل القاضي، يعني احلى منا شوي مش اكثر. في جرائم وين ما رحت. لانه هالجريمه بتخدم هالقاضي، هالجريمه بتخدم الاف دي اي، هالجريمه بتخدم هالدولارات كلهم. في كثير مشغلين عرفوا هالمره بتشتغل بالاف دي اي. بيلقطوهم. مين بيقدر يشتغل اكثر؟ تيروريزم اسلاميزم. يقولوا له لبوش قول يوم 36 مره 35 مره اسلاميزم تيروريزم عربيزم، قول باقي شو ما بدك احكي بس تحاش هالكلمات. بهالوقت هن بحطوا موسيقى، بحطوا طاقه انه هالكلمات تدخل بهالعالم ونخاف. شو بنعمل؟ بنقتل الاسلام، بنقتل محمد، بنقتل العرب. والعرب شو عندهم طاقه؟ العكس تمام. حفاة عراتنا تطاول في البنيان. ما عم نشوف شو عم بيعمل فينا واحد وواحد اثنين. ما عم نشوف شو اليهود مخططهم، ليه بدهم ياخذوا من الفرات للنيل؟ ليش عم بياخذوا العلماء النصارى بنوع خاص؟ انه هو مسيحيين طيب تعال نجيبهم، بس المسلمين بنقتلهم. بس انا تفكر وين بدي اروح؟ الرحله داخليه يا اخوتي، ما في مجال. يمكن برتاح اكثر اذا رحت امريكا او كندا، بس رح يضل في حنين ورح يضل في هيك شوك وشوق. فاذا بتعرفوا انه جبران خليل جبران لو بقي هون ما قدر كتب كتاب النبي، كان ممنوع. بعد 50 سنه بلشنا نقرا، ولكن قبل ما مات كانت وصيته رجعوني على بشري، على اهلي، على صغرتها وكل واحد منا. مطرح ما خلقت مثل السمكة السلمونية، هذا اسمه ذا زيرو بوينت، علم الصفر.